مشاهدينا الكرام، للحديث عن قرار الصدر سحب أنصاره من الشارع ومآلات الأزمة السياسية في العراق، معنا من أربيل عبر سكايب الباحث والمحلل السياسي الأستاذ كاظم ياور، ومن إسطنبول عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أبدأ معك أستاذ كاظم، بداية بعد التحية، يعني هل تعتقد بأن الأطراف السياسية في العراق وتحديدا الإطار التنسيقي شعر بالارتياح نتيجة القرار الذي اتخذه مقتدى الصدر بالانسحاب من العملية السياسية، اعتزالها وكذلك سحب أنصاره من الشارع؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. طبعا يعني الوقت مبكر عندما نقول هل أن إطار التنسيقي وموالون له سوف يشعرون بالارتياح أم لا، لأن لربما كانت في كل ما جرت من مظاهرات واعتصامات وانسحاب، ثم يعني هذه الشهداء والقتلى من المتظاهرين، كل هذه لا تذهب سدى، لابد أن تكون لدي يعني جهات المتظاهرين والمعتصمين رسائل ومطالب قد أثبتوها على الساحة السياسية العراقية، والكل يعلم أن كان هناك مطالبات من رئاسة الحكومة والأمم المتحدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وجانب البريطاني من السيد مقتدى الصدر بالتدخل، ولو كان معتزلا عملية سياسية، ولكن يعني نظرا لما جرى في من سقوط الدماء والضحايا، راينا ان السيد مقتدى الصدر اليوم يعني عاد بشكل او باخر الى المشهد السياسي مره اخرى، ويعني اعلن خطابه اليوم، وان كان فيه بعض التلميحات السياسيه للمطالب الباقية، عندما وصف بعض المناوئين له بالميليشيات الوقحة وكذلك بالفاسدين، وأنه سوف لن يعني يشترك أو يتدخل في السياسة، يعني أثبت صفة الفساد بالجانب الآخر. يعني ما أراده من الشعب العراقي أن يعلموا وأن أثبت في واقعهم أن الجهة المقابلة هم الفاسدون، وأن مشروعه وهو يعني هو يحمل الصفة الإصلاحية أو مشروع الإصلاحي. كل هذا مقتدى الصدر عندما أعلن الاعتزال السياسي قرر بأن يمتنع عن التدخل فيما يتعلق بقرار الشارع، حتى صباح الساعدي وبعض المقربين أيضا والمنتمين للتيار الصدري من قيادات صرحوا أن القرار الأخير هو للشعب، وما الذي سيقرره الشعب. عندما نزلت هذه الجماهير إلى الشارع اتخذت قرارا بأنها تريد أن تخوض غمار العمليات المسلحة، لماذا عاد مرة أخرى ليقول انسحبوا وما إلى ذلك؟ لماذا ترك لهم الخيار في البداية وبعد ذلك يأمرهم هو وكأنه هو الذي قام بإرسالهم؟ طبعا التيار تياره، هذا لا يمكن يعني فصل. يعني صح أن القيادة عندما اعتزلت أنصاره، ولكن التيار هم يعني بتغريدة واحدة، حتى تغريدته الأخيرة قبيل الاعتزال بلحظات، عندما ذكر أن إن رأيتموني أقتل أو إن قتلت، يعني هذا الخطاب لمن؟ لجماهيره، يعني هناك صلة باقية، فيعني سوف تكون جهتكم أو وجهتكم هكذا وهكذا، هذا شيء واضح العيان، كان هذا شيء موجود. فعندما دخل المتظاهرون إلى مؤسسات الحكومية، خاصة القصر الجمهوري ومقر رئاسة الحكومة العراقية، كل هذه أصبح يعني هناك ترقب شديد في عملية السياسية مآلات هذه الرسائل. فكان ربما تيار الصدري يعني يحاول جس نبض المقابل، هل أن الحكومة العراقية والجهة الأخرى سواء كان الحشد الشعبي أو إلى آخره،
هل يتعاملون يعني بقسوة أو بعامل أمني مع المتظاهرين أم لا؟ سوف يكون الزمام المبادرة بيد المتظاهرين، وسوف تلتحق التشرينيون كذلك عندما يجدون أن التيار الصدري قد سيطر كل على هذه المفاصل، ولكن الجهة المقابلة كذلك كانت ذكية عندما استعمل الجهد الحكومي، يعني أصبح في الواجهة بصد هكذا يعني المتظاهرين وغيرهم. كاظم إذا سمحت لي أرحب بالدكتور جاسم الشمري عبر الهاتف معنا. دكتور، ذكر الأستاذ كاظم جزءا يتعلق بالمطالب التي أثبتها التيار الصدري، أنصار التيار وكذلك مقتدى الصدر. هل تعتقد بأن هناك ما أثبت على أرض الواقع اليوم في الشارع؟ ما الذي وصل إليه أو أثبته الصدريون أو مقتدى الصدر؟ نعم، شكرا لكم، حياك الله. من يعرف هذا اللغز سيفوز بجائزة المليون دولار. أصعب لغز في العراق هو معرفة ماذا يريد السيد مقتدى الصدر. يدخل للخضراء، يخرج من الخضراء، يعتصم، ينهي الاعتصام، يضرب عن الطعام، بعد ساعات ينهي الإضراب، يتفق، لا يتفق. لا أحد يعرف، أذكى المحللين السياسيين لا يمكنه أن يعرف ماذا يريد مقتدى الصدر. أقرب المقربين من الزعيم مقتدى الصدر لا يعرفون ماذا يريد مقتدى الصدر، وبالتالي هذا هو الواقع العراقي الجديد. تتكلم، تتهم بالمادة 4 إرهاب، وتلاحق من قبل الميليشيات، تسكت، تبقى يعني تترقب حالة البلاد الخربة. لا يوجد عملية. لماذا نزل إذن؟ لماذا لا يوجد؟ لماذا نزل إلى الشارع؟ لماذا يعني طالب بحل البرلمان؟ لماذا أصر على الاعتصام؟ وهذا والله أنا متابع جيد للشأن العراقي كما تعلم. نعم. لكنني والله لم أعد أعرف ماذا يريد مقتدى الصدر. يعني دخل قبل أيام للبرلمان ثم قال لهم صلوا ركعتين وعودوا إلى منازلكم سالمين. نعم. ثم بعد أقل من 24 ساعة دعاهم ثانية للاعتصام، ودخلوا إلى مجلس النواب، ثم بقوا إلى المنطقة الخضراء. اليوم حينما نلاحظ خطاب السيد الصدر كان خطابا غير معد له. نعم. وبالتالي يعني كان منفعلا، وفي لحظة غضب قال حتى الاعتصام يعني ينتهي وتخرجون من المنطقة الخضراء إلى منازلكم. وربما لم يكن هذا الأمر ضمن القرارات التي أراد أن يوصلها لجماهيره، لكن يبدو أنه كان منفعلا، وبالتالي كما رأيت لم يكن خطابه مكتوبا، وكان خطابا يعني متشنجا قاد إلى هذه النتيجة. دكتور، يعني هناك من يتحدث عن الضغوط تعرض لها مقتدى الصدر في سبيل سحب أنصاره وسحب من لديه من أتباع من الشارع، هل تؤمن بهذه النظرية أن هناك ضغوط فرضت على الصدر لاستفادة الأطراف الأخرى من ما يحدث الآن، وخاصة العملية السياسية للمرحلة المقبلة؟ أنا صرت مؤمن بحقيقة واحدة، أن أولاد الخائبة من العراقيين هم الضحية، هم الذين يقتلون بنيران من شجعهم وبعد ساعات يقول هم في النار. هذه حقيقة شيء يعني غريب، كان يفترض على الأقل مجاملة أهالي القتلى. نعم. ولا يقول أنهم في النار. قبل قليل بعد أن انتبه إلى كلامه أخرج تغريدة سيد الصدر. نعم. قال هم يعني شهداء، وطالب من الحكومة أن يحسبوا من الشهداء، مر في النار ومر في الجنة. نعم. ما هذا الأمر؟ حقيقة والله ما عاد الكلام له فائدة، ومن غضب الله على الإنسان أن يكون مهتما بالشأن السياسي في العراق. أعود إليك بعد قليل دكتور إذا سمحت لي. أستاذ كاظم، يعني
مثل ما استمعت إلى حديث دكتور جاسم، بلحظة غضب أصدر قرارا يعني ربما قد يندم عليه، ربما قد يتراجع عنه، وهو حتى سحب الاعتصامات السلمية من الشارع. وأيضا كما تفضل الدكتور جاسم بذكره لمن قتلوا بأنهم في النار، ثم بعد ذلك يصفهم بالشهداء. يعني ما الذي يمكن أن يفسر من مقتضى الصدر؟ يعني بصراحة مثل ما تفضل الدكتور جاسم، يعجز الشخص عن فهم مقتضى الصدر وما الذي يفكر به. يعني هل تعلم جنابك بأن هذه هي المرة السابعة التي يقرر فيها الاعتزال السياسي؟ 7 مرات قبل ذلك. طبعا نحن يعني لا نحلل الخلفيات الفكرية وانتماء الفكري لأشخاص معينين. نحن نعلم أن سماحة السيد مقتدى الصدر يعني عمله الأساسي انتماء الديني مذهبي، هو يعني يريد إكمال دراسته الحوزوية، وهو في طريقه يعني إلى ربما في قادم من الأيام أو سنين سوف يصبح يعني مرجعا معتبرا في العراق. لكن أستاذ كاظم، إذا سمحت لي، الاختلافات الفكرية هي تؤثر على الشارع، هي لا تنعكس على شخصه هو، هي تنعكس على عامة الناس وعلى وضع سياسي في البلد. نعم نعم، أنا على أصل الفكرة. يعني على أي حال أريد أن أصل إلى، لو كان هكذا يعني اتخاذ القرار عن طريق ربما كان على غضب أو على كذا، كان ممكن في أول الأمس مساء يعني أن يتخذ هكذا قرار. لماذا لم يتخذ هذا القرار ويخرج من عزلته منذ الأمس؟ لماذا هذا الصباح؟ يعني هناك ساعات كثيرة، وفي الحروب يعني في هكذا أمور لابد اتخاذ قرار سريع، حتى وإن سقط الشهيد واحد لابد من يعني الاهتمام بهذا الدم، لأنه دم طاهر عراقي معتصم متظاهر خرج يطالب بحقه الدستوري والوطني. ولكن أنا برأيي الشخصي ليس الأمور هكذا. كما ذكرت كان هناك جس نبض، هل سوف يقوم الحكومة العراقية ومن خلفه خلف الحكومة بقمع المتظاهرين باتخاذ وسيلة معينة بخشونة إلى آخره؟ وهذا الذي حصل. فعندما رأى أن حتى الجانب الأمم المتحدة متضامن مع جهد الحكومي، وهناك بيانات من السفارة الأمريكية وبريطانية وغيره، أصبح يعني التيار الصدري في الساحة السياسية العراقية هم يحملون السلاح بوجه الدولة والشرعية، وأصبح مناوئون لهم في الساحة السياسية العراقية يحملون الصفة الشرعية. هنا يعني أصبح التيار الصدري لابد من اتخاذ قرار وتغيير، نسميها تكتيكا او الى غيره من التسميات السياسيه. طيب اخرى يعني، ولكن استاذ كاظم، من القاصي والداني يعلم ان من اطلق الرصاصه الاولى تجاه الصدريين قبل ان تندلع الاشتباكات المسلحه كانت ميليشيات الاطار التنسيقي، لا يخفى على احد هذا الكلام. لماذا؟ نعم، لأنه نزلوا إلى الشارع بشكل سلمي إلى أن سقط منهم 3، ثم بعد ذلك تدخلت سرايا السلام. إذن هنا السؤال، لماذا لا يتم التعامل الحكومي بشكل قانوني مع الجميع، جميع من يحمل السلاح خارج إطار القانون؟ هنا يأتي الدور. هل أن هذه المظاهرات، واهم من يعتقد أن خروج يعني أشخاص بأجسادهم وتركهم ساحات الاعتصام وأخذهم مطالبهم معهم إلى بيوتهم، هذا الشيء لا يعقل. لابد الجهد الحكومي والقضاء وأمم متحدة ومن بيده زمام الأمور اليوم، كما أنا في بعض اللقاءات لي اليوم ذكرت هناك طريقين لابد من يعني اتخاذهما في هذا اليوم قبل الغد. الطريق الأول، لابد أن تكون هناك موقف فوري وسريع من قبل المحكمة الاتحادية بالنظر بالتوقيت النظر في قضية حل البرلمان
من عدمه هذه أولا. ثانيا أن يقوم برلمان العراقي بشخوصهم متمثلا برئيس البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان بجمع تواقيع ولو إلكترونيا من جميع الأعضاء البرلمان وتقديم استقالاتهم الجماعية، فبذلك تصبح البرلمان بصورة يعني حل، صورة الحل وإن لم تكن حلا يعني نهائيا قانونيا، ولكن ربما يعني تمتص غضب الجماهير وسوف تبعث ارتياح قليل للشعب العراقي. والشعب العراقي في هذه المرحلة لابد أن يتعلم من كل هذه التجارب التي مرت به من كيفية التعامل مع التشرين ومع هذه المظاهرات، لابد أن يكون لديه قيادات وطنية جامعة، قيادات سياسية تؤمن بمشروع السياسي الوطني، هي من تقود هذه المسائل. فبذلك سوف تكون هنالك يعني تضامن دولي مع هذه، فإذا بقيت الساحة فارغة من سوف تملأ هذه الساحة؟ أعود لك بعد قليل أستاذ كاظم. دكتور جاسم، هل تعتقد بأن ما قام به مقتدى الصدر من اعتزال سياسي وسحب أنصاره، بل حتى سحب الاعتصامات السلمية التي كانت موجودة في محيط المنطقة الخضراء وداخلها، أنه سلم الإطار التنسيقي العملية السياسية على طبق من ذهب؟ نعم دكتور جاسم، هل تسمعني؟ هناك من المحللين السياسيين، من المتابعين للوضع في العراق، يرون بأن الخطوات التي اتخذها مقتدى الصدر باعتزاله العمل السياسي وسحب أنصاره من الشارع هي تسليم العملية السياسية إلى الإطار التنسيقي على طبق من ذهب. هل تتفق مع هذه النظرية؟ أنا أقول أن الإطار التنسيقي اليوم هو في الكفة الأرجح، والإطار التنسيقي سيلقن الصدر درسا قانونيا لن ينساه مدى الحياة. خطاب المالكي اليوم كان خطابا واضحا، تحدث عن أن استهداف مؤسسات الدولة، وأنا هنا أتكلم بالمنطق الذي تحدث به المالكي، عن أن استهداف مؤسسات الدولة يعد جريمة كبرى. وبالتالي تعلم جنابك التيار الصدري اليوم ليس جزءا من الحكومة، وبدلاء التيار الصدري دخلوا إلى البرلمان، والتيار الصدري لم يعد له وجود في داخل البرلمان العراقي. وأعتقد أن الإطار التنسيقي ذاهب إلى تشكيل حكومة، وربما سنكون أمام صولة فرسان جديدة لكنها في العام 2022. أظن أن المالكي يعني يدبر يعني أمرا قانونيا ضد التيار الصدري، وبالتالي الأيام المقبلة مليئة بالأحداث والملاحقات القانونية. دكتور جاسم، الأستاذ كاظم ذكر بأن مقتدى الصدر ما فعله كان عملية جس نبض للقرارات الحكومية أو الخطوات المتبعة أو رد الفعل الذي يأتي من الحكومة وكذلك من الإطار التنسيقي. إذا حدث ما تفضلت به وأن هناك رد فعل مؤذي لمقتدى الصدر وتياره، هل سيسكت وسيتقبل ما يأتي من القضاء وما يأتي من الإطار التنسيقي والحكومة، أم سينزل الأدوات أو الأذرع العسكرية التي يمتلكها إلى الشارع مرة أخرى لفرض كلمته أو الرد؟ سنعود إلى المربع الأول. سنعود إلى المربع الأول، اعتصام ثم اقتحام ثم مظاهرات ثم مواجهة. هذه الدوامة لن نخرج منها إلا بعلاج حقيقي للعملية السياسية في العراق. كيف تؤمن بطبيعة العلاج، أو ما هي طبيعة العلاج برأيك التي يمكن أن تعين العراقيين على مواجهة هذا الفساد الذي في وجههم يقف؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي. سيدي الكريم، إذا الشعب كان متابعا وراضيا بهذه الحالة فلا تتخيل ولا تتصور أي تغيير يمكن أن يكون في العراق. الخلل الأكبر
في الغالبية العظمى من العراقيين مع الاحترام والتقدير لهم السكوت أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نحن نقتل في كل يوم، اليوم يقتل أبناء يعني مدينة الصدر وغدا يقتلون أبناء مدينة الشعب وبعدها أبناء مدينة العظمية وهكذا هذه الدوامة تأكل بالعراقيين يوما بعد آخر. وبالتالي حينما لم نقف مع مظاهرات المدن الستة المنتفضة وحينما لم نقف الوقفة الحقيقية أيضا مع مظاهرات تشرين، هذه هي النتيجة. دكتور جاسم باختصار لو سمحت، عندي سؤال لحضرتك. يعني تعددت الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي ومن المحللين السياسيين، هناك من حث التشرينيين وبقية العراقيين بالنزول والمشاركة واغتنام الفرصة التي قدمت لهم من قبل التيار الصدري للخلاص من الوضع القائم، وهناك من رفض وطالبهم بالبقاء متفرجين. من برأيك الأصح في هكذا موقف؟ الأذكى هو الذي عرف حقيقة اللعبة وبقي على التل، لأن التجارب الماضية أثبتت أن يعني هذه الفعاليات الصدرية لم تصمت، وبالتالي لدينا الكثير من الشواهد. لكن حينما طالت المدة لمدة ثلاثة أيام، قال بعض المتابعين من الذين لا نشكك في نواياهم أن هذه فرصة جيدة من أجل إنقاذ العراق من هذه الحالة. لكن المفاجأة الكبرى يعني كانت ب يعني خطاب الصدر المتشنج هذا اليوم، وبالتالي لا ندري من يتحمل وزر هذه الدماء التي سالت. السؤال الذي ذكرته اليوم في لقاء تلفزيوني آخر، إذا كان السيد مقتدى الصدر يعتقد جازم، وهو هذا أمر رباني لا يمكن الجزم به كما تعلم، أن القتلى هم في النار، وكان حريصا على دماء التيار الصدري وغير التيار الصدري، وبقي غالبية العراقيين حتى الصباح لم يناموا وهم يتابعون الأخبار عبر شاشات التلفاز ومواقع التواصل، لماذا لم يظهر بتغريدة ويدعو أنصاره للانسحاب؟ لماذا انتظر لأكثر من 48 ساعة ثم بعد ذلك يقرر؟ طيب. دكتور أنا أكتفي مع جنابك بهذا القدر وأشكر حضرتك للمشاركة. أنتقل في دقيقة واحدة دكتور أستاذ كاظم، ما الضامن بأن ما حدث اليوم وأمس سوف لن يتكرر في المرحلة القادمة إذا ما دخل أو دخلت الأطراف المتصارعة على السلطة الآن في مرحلة صراع جديدة؟ الضمان الوحيد اليوم هو أن يقوم الأطراف الحكومية والمؤسسات الدولة القضاء والكتل السياسية بأخذ يعني مطالب المتظاهرين والاستجابة الفورية، وإلا سوف تكون تنعاد سيناريوهات بشكل أو بآخر. لا يمكن أن نقول أن تيار الصدري أو سيد مقتدى الصدر أصبح ضعيفا بانعزاله عن العملية السياسية. من كان يستطيع أن يسحب كل هؤلاء المتظاهرين، كل هؤلاء المسلحين إلا سيد مقتدى؟ أستاذ كاظم ياور، يبدو أننا فقدنا الاتصال، وبهذا أيضا نصل إلى ختام الحديث مع حضرتك. أشكر جزيل الشكر أستاذ كاظم ياور الباحث والمحلل السياسي، كان معنا عبر سكايب من أربيل، وكذلك الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي كان معنا عبر الهاتف من إسطنبول.